ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحيى. I hope you're okay inshallah. This is your the first plan and today inshallah we'll read from سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.